انا معايا على التليفون ضيفنا العزيز المحترم الدكتور اشرف الفقي، استشاري الابحاث الاكلينيكيه والمناعه بولايه ميرلاند الامريكيه عبر السكايب من الولايات المتحده الامريكيه. مساء الخير دكتور اشرف. اهلا يا فندم، مساء الخير وشكرا على الدعوه الكريمه. الحقيقه طول الوقت الناس بتسال دلوقتي، هل الموجه الجديده او الموجه الثانيه من فيروس كورونا ستكون بنفس شده وقوه الموجه الاولى؟ ده سؤال مهم، وطبعا ده بيعتمد على عدة عوامل. العوامل دي لازم الناس تعرف انها بتختلف، قد تختلف من اقليم الى اقليم حول العالم، قد تختلف من مجتمع الى اخر، على حسب التوزيع الديموغرافي للاعمار، على حسب الاصابة السابقة التي حدثت او لم تحدث في هذا الإقليم أو هذا المجتمع، وبالتالي في شريحة من الناس عندها مناعة من العدوى الأولى من عدم إلى آخر. ولكن اللي الناس لازم تعرفه أنه يعني مصر ليست استثناء من الدول التي حولها، ووارد أن تحدث إصابات أخرى، سواء كان هذا امتداد للموجة الأولى التي حدثت في مصر أو موجة تانية جديدة. وعلى فكرة دي مش غلطة أي حد، يعني أنا مش عايز يبقى في سخط عند الناس أن ده حدث، ده وضع بيولوجي للفيروس طالما حتى اليوم ما عندناش لقاح للوقاية منه. طيب دكتور أشرف، اللقاحات المنتشرة واللي بدأت تتداول في العالم والحديث بشأنها يعني بيشغل كل الصحافة العالمية، هل هذه اللقاحات أو أي من هذه اللقاحات أثبت قوته وجديته في مواجهة فيروس كورونا حتى وقتنا هذا؟ الحقائق المعلومة في هذا الملف حتى اليوم طبعا لو ربنا ادانا العمر واتكلمت مع سيادتك بعد شهر من النهاردة ممكن يبقى في حقائق أكتر، إنما اللي معلومة حتى اليوم إنه 99% احتمال انه هيكون في جرعتين وليست جرعه واحده من التطعيم. يعني البروتوكول بتاع التطعيم. انا سامعك كويس يا فندم، سامع حضرتك كويس قوي، اتفضل. البروتوكول بتاع التطعيم حال اجازته اغلب الظن انه سيكون تطعيمين بينهم شهر. شهر. يعني كل واحد ياخد حقنتين يعني. عكس مثلا تلقيح الانفلونزا اللي بيبقى حقنه واحده مثلا في تطعيمه. فدي حقيقه رقم واحد. حقيقه رقم اثنين، من واقع التجارب السريريه اللي حصلت حتى الان، انه المامونيه والكفاءه على المتطوعين حتى اليوم هي مأمونية وكفاءة يعني جيدة، وأن الأعراض الجانبية والمناوئة التي حدثت هي أعراض جانبية ومناوئة محتملة، باستثناء طبعا الحالة اللي حصلت في اللقاح البريطاني الأسبوع الماضي. طيب حلو، يعني باستثناء اللقاح البريطاني لكن كل اللقاحات الأخرى التي تم بشأنها التجارب السريرية تسير في الطريق السليم حتى هذه اللحظة، علشان نحط العنوان ده بس. مظبوط يا فندم. مظبوط. دلوقتي وزاره الصحه المصريه كانت اعلنت انه تم حجز 30 مليون وحده من لقاح اوكسفورد. تعليق حضرتك على ده تحديدا ايه؟ ولقاح اوكسفورد هل النظره العالميه ليه او النظره العلميه ليه انه في المرتبه الاولى من بين اللقاحات في العالم، ولا بنشوفه ازاي يا دكتور؟ اشكرك على هذا السؤال. هو اولا طبعا كانت في تصريحات اتقالت في منتصف العام انه في شهر 9 عندنا لقاح البريطاني جاهز الناس تطعم بيه، وانا يمكن في ذلك الوقت ابديت تحفظي صحيح على ذلك، انه لا يا جماعه هذا لن يكون الحال. ودينا النهارده هو شهر 9 قرب على انتهائه، وفعلا هذا هو الحال. طبعا اتصور انه يعني اللقاح سيكون جاهز لاذرع الناس على اواخر هذا العام او اوائل العام القادم على اقرب تقدير، وسيتلقاه اولا من هم في الشرائح الخطوط الاماميه
من الأطباء والتمريض أو يعني الشرائح الحرجة ككبار السن أولا. بيتسابق على الوصول إلى خط النهاية، وأنا بكلمك النهاردة، لقاح أسترازينيكا البريطاني ولقاح موديرنا الأمريكي.